السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ عدل وسي جيمر معكم، عساكم بخير. شو مسوين؟ شو علومكم؟ عساكم بخير كلكم. جايب اليوم باتل فيلد 3 تيم ديث ماتش. الى الان ما حفظت اسامي المابات عادي، يعني ما اذكر وش اسم ذا الماب، لكن تيم ديث ماتش قاعد يستعمل، احنا الجيش الامريكي قاعد يستعمل كلاس الاسولت وسلاح الام 16 اي 3، لانه في نوعين من الام 16. في النوع اللي الاوتوماتيك فاير اللي عادي يطلق كانه رشاش طبيعي، وفي النوع الثاني اللي كانه في الام 16 العادي اللي ثلاث طلقات. موضوع اليوم ليش نقارن؟ ايش فكره المقارنات هذه اللي صايره ذي الايام؟ كل جالس يقارن، كل جالس يعطي تقييم اللعبه اشياء غريبه صراحه صايره ذي الايام. يعني انا من اقل الناس اللي يقارن بين الالعاب. يعني اوكي، خلينا نتكلم عن كول اوف ديوتي. كول اوف ديوتي لعبه جدا ناجحه من ناحيه المبيعات، من ناحيه انها تجذب الشخص الجديد على اللعبه بشكل جدا سريع وتخليه يلعب وتخليه يستمر في اللعب. لكن ما يمنع ان اللعبه في ناقصها مثلا الشيء هذا والشيء هذا والشيء هذا. في الجزء الثاني او في الشيء الثاني، باتل فيلد 3 توها نازله، لعبه جدا رائعه جدا ممتعه. الناس تتوقع انه هذا الجزء الثالث من سلسله باتل فيلد 3. لا، ترى باتل فيلد على فكره من ايام من 1997 هي موجوده، يعني من زمان ترى على فكره. ف للناس اللي ما يدرون بس اقول لكم، ففكره الهدف كله من التعليق هذا او من الموضوع هذا، انه فكره المقارنات هذه اللي قايمه في اليوتيوب من المعلقين او من الكومنتيترز العرب او من المجتمع العربي هذا حق الالعاب، انه ما يعني تنزل مقطع يا رجل لو حق فيفا تقوم هوشه بين باتل فيلد وام دبليو 3 في الكومنتس. فاستغرب الشيء هذا. انا من اقل الناس اللي زي ما قلت، انا من اقل الناس اللي قارن. طبعا اوكي اقدر اقارن لعبه سيئه في لعبه سيئه، اوكي، لكن لعبه ممتازه بلعبه ممتازه ما اقدر، لانه انا من وجهه نظري او من نظرتي انا، يعني ارى انه باتل فيلد وام دبليو 3 ما يتقارنون ابدا. يعني هذه لعبة وغير بعض، جدا غير بعض. نظام اللعب فيهم غير بعض. يعني بكل بساطة أنا أعتبر الباتل فيلد لعبة جماعية، لعبة مبنية على الفريق، مبنية على أنه أبغى أفوز، أبغى ما أهتم بال والله أنه لازم أذبح ثلاثة عشان أجيب والله مثلا رادار أو UAV، والله أبغى أذبح مثلا 13 أو مدري كم عشان أجيب AC، والله أبي أذبح 25 عشان أجيب نيوك. يعني كمان ما هي سوبرمان أو سبايدر مان عشان عندك ذا الشغلات هذه. طبعا أنا ما قاعد أطبل اللعبة من الألعاب، ما قاعد أطبل الباتل فيلد، وجالس أحاول أني أكون حيادي بأكبر قدر ممكن، لأنه أرجع وأقولها مرة ثانية، حرام أنك تقارن بين اللعبتين مع بعض، خصوصا إذا كانت باتل فيلد. يعني للناس اللي قاعد تقارن ألعاب الحرب، جميع ألعاب الحرب في كول أوف ديوتي، أنا أعتبرك يعني ما خليني أقول لك بطريقة شوي محترمة، ما بغيت أقول ما عندك سالفة، لكن لكن بطريقة محترمة شوي، للناس اللي تقارن الشغلات هذه أو تقارن اللعبة مع لعبة مثلا، خصوصا كول أوف ديوتي، خلينا نرجع لكول أوف ديوتي يعني، لأنه هذا الشيء المهم. يعني انت تظلم الالعاب مو بتظلم الالعاب الثانيه، انت اي تظلم الالعاب الثانيه بالشغلات اللي موجوده فيها. يعني انا شفت مقطع قريب من غير ذكر اسماء، كان في مقارنه بين واقعيه باتل فيلد ومتعه كول اوف ديوتي. استغربت صراحه من الكلام، انه باتل فيلد فيها الواقعيه لكن كول اوف ديوتي فيها المتعه. برضو باتل فيلد فيها المتعه، ترى جدا جدا ممتعه اللعبه. اسال اي احد لعب اللعبه بيقول لك ممتعه، جدا رائعه، جدا جدا رائعه، بتستمتع فيها بشكل مو طبيعي. وخذها مني. زي واحد من المشتركين رسل لي مسج قال لي اثبت لك على لعبه يا عادل. مره قلت لنا هوم فرونت وشرينا هوم فرونت، قلت لنا بلاك هوبس شرينا بلاك هوبس، قلت لنا باتل فيلد والحين يلا بنشتري باتل فيلد. اكيد اني راح انصحك باللعبه اللي حاليا موجوده في السوق، ما راح انصحك مثلا والله راح اشتري بيبسي مان على سوني 1 مثلا. فاكيد راح انصح، يعني انا اقيم اللعبه بعد ما العبها. يعني انا قلت لكم تقييمي، ما ادري اذا قلت تقييمي لباتل فيلد، فحاليا انا اقيم اللعبه 9.6 من 5 من 5 من 10. ليش؟ لانه الفتره الاخيره، يعني قريب الكلام امس او قبل امس، قريت موضوع لاحد لاعبين باتل فيلد القدامى
على قولتهم الفترنز هذول شفتوا حقين الحرب الشياب اللي حاربوا في الخليج وذول، هذا نفس الشيء بس حق باتل فيلد. من ايام باتل فيلد 2 هو يلعب يعني ما شاء الله، ومن لاعبين البي سي. كاتب موضوع على في منتدى اي اي بالانجليزي طبعا كلام، هو سعودي الرجال. كاتب انه وين وعودكم يا دايس، دايس هي الشركه المسؤوله عن مالتي بلاير في اللعبه، وين وعودكم؟ تقولون بتعطونا كذا. وبالنهايه طلعت اللعبه. عجبني بكلامه كله، انه قال انه باتل فيلد يور تراينج تو بي يعني او وانا بي اكود وانا بي جيم، يعني انه اللعبه تبغى تكون زي كول اوف ديوتي. انا عجبتني الكلمه هذه وصادق صراحه، يعني انا احس انه باتل فيلد 3 قاعد تحاول تكون زي كول اوف ديوتي. اوكي طبعا ما في شركه ما تبغى تكون عندها مبيعات كول اوف ديوتي، لكن باتل فيلد 3 ترى شحنت 10 مليون نسخه من باتل فيلد 3 مهما كان يعني نوع الجهاز، يعني على البي سي على البي اس 3 على الاكس بوكس 10 مليون نسخه. 2.2 مليون مستخدم او مليون لاعب اونلاين لعبوا في اول يوم، في اول يوم بس من الجيم 2.2 مليون. ف للناس اللي قالوا انه باتل فيلد ما هي ممتعه، انا استغرب صراحه الكلام هذا. يعني باتل فيلد جدا ممتعه، لعبه جدا رائعه. انا برضو ما ابغى ارجع واطبل للعبه معينه، لكن زي ما قلت موضوعي كله من الكومنتري هذا انه بلاش يعني نظام اللي والله مقارنه وتقوم حرب في الكومنتات، اوه والله لعبتي احسن من لعبتك وما ادري ايش. لا تخلوني اطلع بكره اجيكم بلعبه سوبر ماريو برادرز واقول لكم الله احسن لعبه في العالم، ترى عادي اسويها. فهذا الهدف كله من الموضوع، يعني انه بتعور راسك صدقني والله، بتعورون روسكم اذا قعدت تقارن كل الالعاب في الدنيا بكول اوف ديوتي. نجاح كول اوف ديوتي، نجاح كول اوف ديوتي كشركه كمبيعات جدا ممتاز، لانها عرفت مين تبيع او كيف تبيع. يعني لو اعطيهم سطل، لو اعطيهم صندوق طماط باعوه عادي جدا، وادري ان الطماط مرتفع الايام ما ادري واحد يقول لي. ف كشركه نجحت، لكن كتطوير للالعاب انا ارى انها في تراجع. هذا اللي انا أرى. طبعا هذا رايي الشخصي، وطبعا احترم راي اي شخص ثاني نزل موضوع عن مقارنات والشغلات هذه وكل كذا. طبعا احترم اكيد اني غصب عني لازم احترم راي الناس عشان يحترم رايي. فعشان اقفل الموضوع بالنهايه وكل شيء، الشخص ينام على الجنب اللي يريحه، ما 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 ما, ما حد يغصب احد على انه يروح يلعب لعبه معينه. يعني انا هدفي من 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 قناتي هذه، قناه الالعاب هذه، اني اجرب اللعبه واعطيكم انطباعي عن اللعبه وتشوف اللعبه كيف. ممكن انك تروح تشتريها، ممكن انك ما تروح تشتريها. يعني انا متاكد انه من مقطع باتمان اللي قاعد انزله الحين، خلينا نقول من 1000 وما ادري كم، من 10000 واحد 15 شروا اللعبه، فانا مبسوط من ال 15 هذول شروا اللعبه من بعد ما انا جربتها. بس هذا اللي انا ابغاه من قناتي في النهايه، انه اوصل انطباعي للناس عن طريق الجيمينج بس. ففي نهايه الموضوع بطلوا حركات مقارنات، ولا ترى من جد بنزل لعبه بخليكم من جد مره تزعلون. في النهاية أتمنى لكم استمتعتوا، أتمنى لكم استفدتوا، وخلنا نناقش الموضوع تحت في الكومنتس، اشحنوا الكومنتات من غير حرب طبعا. وزي دايم كان معكم أسيا جيمر أو عادل، take care keep smiling، السلام عليكم.